النجاسة هي الشيء القذر. لما يقال ما هي النجاسة؟ النجاسة هي الشيء القذر. هي ما أمر الإسلام بإزالة، وإن أنا طهرت حاجة قذرة أمرني الله أو النبي صلى الله عليه وسلم إني لازم أذلها أشيلها. تخيل انك لازم تكتب ابي الخير والنعماء صارت ايدي المخلصين لآلي ان شعت لنا بالخير والنعماء شعت لنا بالخير والنعماء جيل ابى الا الكتاب له هدى يمضي به للقمه الشماء ولواء خير المرسلين له مش نبي بعد منه ولا رسول خالص اخر الانبياء صلى الله عليه وسلم. يبقى دي اسماء النبي ودي صفات الله بقى ليس بمثله شيء. اكرم به من معلم ولواء اكرم به من معلم ولواء اكرم بجيل اكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء.